التنظيم شأنه شأن الاتحادات السابقة، زي ما ابني الأمين السابق كان بيقول كان هناك الكثير من المشاكل واجهت الاتحاد في الفترة السابقة، لكن نعد بإذن الله أن نحاول قدر الإمكان علاج أي قصور شابه هذا. هي دي كل أمنياتنا لما يتعلق بالفترة القادمة. لا يمكن لشخص أن يحقق أمانيه منفردا، ولكن يحقق أمانيه بتضافر الجهود ما بينه وما بين زملائه أي ما كان سن هؤلاء الزملاء، لأنه أولا وأخيرا الهدف واحد. كل التمنيات الطيبة لحضراتكم، كل الشكر لجميع القيادات التعليمية على مستوى المديريات وما عانوه من التواجد في صباح هذا اليوم لتكريم أبنائهم، لكن هو ده قرارنا، هو ده عهدنا بإخواننا الأفاضل وزملائنا الأعزاء. كل تحياتي لجميع أبنائي الموجودين في المسرح أو موجودين على رقابة الخارجية. ثالثا، حرية التعبير والمثل العادي، واعتدنا على ان نقول الخلاف في الراي لا يفسد يرد قضيه، ولكنني اقول الخلاف في الراي في اطار من الحب والحميميه يولد افكار جديده، اي اننا نحول الشجار الى تفاوض. شكرا جزيلا.